الحق الصراصير. ايه ده؟ يا طب مش معنى ما عند كرمة ما عندهاش عشان كرمة امورة يعني احنا وحشين. اه طب ليه كده يا كرمة تقول علينا كده؟ وانت كمان يلا يا وحشة. انا جميلة. بس بقى احنا نسألها دلوقتي يا كوكي. نعم. انت بتحبي مين اكتر، جدو ولا تيتا؟ تيتا. ايه بتحبي تيتا ما بتحبينيش؟ ايوه يا حبيبتي انا بموت فيك يعني. بحب جدو. اه شكرا. انت اخس عليكي. اخس عليكي. انا زعلانة منك مش انا اللي بحبك. حاجة حلوة دي بتقولك. أيوة اخس عليكي. بتقولك اخس عليكي. بحب تيتا برضو. تيتا حد يقدر. أيوة تيتا. بحب جدو. انت يا بنت زعلت على حد يا بنت؟ طب زعلنا ليه؟ بابا يا بابا. ايه في ايه؟ يلا قوم اصحى الاذان اذن. ايه اذن بجد؟ ماشي ماشي جاي جاي. ايوه يلا قوم بسرعه. يلا قوم. اه كنت هموت من العطش. كنت هموت من العطش النهارده. انت بتشرب ليه؟ ده اذان العصر مش المغرب. امي مسحتيني ليه؟ خليتيني افطر منك لله. انت بتعملي ايه يا كرمة؟ نعم يا بابا. انت ليه يا كرمة ما بتسمعيش كلام ماما؟ لا بسمع والله. لا انا عايزك تسمعي كلام ماما وبابا، واي حاجه نقول لك عليها هتقولي حاضر. ماشي؟ طيب ماشي يا بابا. يلا امي قولي لماما انا اسفه. حاضر. طب يلا امي قولي لماما انا اسفه. حاضر. طب يا بنتي قومي. حاضر. يا بنتي تعبتيني ما تقومي تقولي لها انا اسفه. حاضر. يا بنتي جننتيني. حاضر. خلاص طب ما تقوليش. حاضر 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 حاضر. خلاص. بقول لك ايه، انا مش عايز دوشه في البيت. انزل اطلع ما تقوليش انت رحت فين وجاي منين، وبعدين لما اتاخر في الشغل تقولي اتاخرت ليه؟ ما اتاخرتش. انت مالك اتاخرت ليه؟ ما اتاخرتش ليه؟ وبعدين العيال دي ما تخلي بالك منهم، اوعي تضربيهم انا مش موجود. خلاص والاكل اللي اقول لك عليه في نفس اليوم تعمله لي. ما تستني. ماما ايه؟ ماما جت. ماما جت الازرق. بابا هو انت هتودينا فين اول يوم العيد؟ اول يوم العيد؟ اه هوديكوا عند تيتا. طب تاني يوم العيد؟ لا تاني يوم العيد بقى هوديكوا عند تيتا التانية. احنا عايزين ناكل. ايه؟ عايزين ناكل. هخرجكوا امتى؟ اه تالت يوم العيد. طب ليه تالت يوم العيد؟ بخليه اول يوم. لا اول يوم مش هينفع ولا تاني يوم ينفع، هو تالت يوم العيد. عارفين هنخرج فين؟ فين؟ هنا في الشقة. هنقعد هنا في الشقة. ايه ده؟ هنجيب لب وزبون. اروح في الجنينة. لا جنينة ايه؟ ايه الحاجات دي؟ لا وحشة الحاجات دي مش هروح. لا لا انا عايزة تروح دريم بار. عايزة تروح فين؟ دريم بار. ماشي. انا اقول لكم على حاجه، احنا عندنا هنا الزحلقه وهنجيب جرد الميه بنبلقه عليها وازحلقكم عليها في دريم بارك. بصوا يا جماعه احنا جبنا الكيكه دي وعايزين هندوقها دلوقتي، نفتحها وندوقها نقول لكم طعمها حلو ولا وحش. أيوة. جاهزين؟ جاهزين. يلا وطعمها حلو هنقول لكم، طعمها وحش أيوة هنقول لكم. بصوا هي شكلها شكلها تحفه. طب انا انت عايز ادوق انا؟ طيب اشوف. طب حلوه حلوه. انا نفسي اعرف نفسي اعرف بس ايه اللي انتوا عملتوه في شعركم ده؟ ماما ودتنا عند الكوافير وعملناه. ماما ودتكم عند الكوافير وعملتوه؟ اه. ده بكام ده بقى ان شاء الله؟ 5000 جنيه بس. بكام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه. حلو قوي يا بابا. حلو ايه بس؟ غالي قوي يا كرمة. ده كده رخيص. كده رخيص؟ اه ده احنا كمان فصلنا معاها. يعني فصلتوا مع مين؟ مع الست اللي عملت لنا. ده تحفه ما شاء الله، بس 5000 جنيه كتير قوي يا كرمة. ده كان ب 10000 جنيه. بس عشان انا بتعب بالارقام دي. بقول لك ايه، انا مش عايز دوشه في البيت. انزل اطلع ما تقوليش انت رحت فين وجاي منين، وبعدين لما اتاخر في الشغل تقولي اتاخرت ليه؟ ما اتاخرتش. انت مالك اتاخرت ليه؟ ما اتاخرتش ليه؟ وبعدين العيال دي تخلي بالك منهم، اوعي تضربيهم انا مش موجود. خلاص والاكل اللي اقول لك عليه في نفس اليوم تعمله لي. ما تستني. ايه؟ ماما جت. ماما جت الازرق.